ازيكم في قناتي ألعاب موبايل عشان أقدر أساعدكم في الألغاز اللي جاية في لعبة فتح العرب. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وهتلاقوا حل ألغاز اللعبة من اللغز الأول للأخير. يلا بينا نشوف حل اللغز النهاردة. نبات مائي، طحالب. الغاز المستعمل في إطفاء الحرائق. الكربون. مدينة بالعراق، بغداد. كاتبة وروائية جزائرية مشهورة. مستغانمي اسمها غريب. نذر ياسير، طفيف. هو يوم الحج الأكبر، يوم النحر.